واحد بقى. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة طبعا جديدة ومفيدة من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج الفار. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج الفار مع احمد نادر على قناة الاهلي اونلاين تي في. النهاردة عامل لكم طبعا حلقة جديدة وحلقة قيمة سمعكم وقام بنتكلم فيها طبعا عن مباراة الاهلي في الدوري العام، واللي طبعا الاهلي حسم مسبقا امام فريق اف سي مصر. انا ضد الكسر، انا رافع ما علينا، المهم الى اخر، ولكن يعني الحمد لله الاهلي قدر ان هو يتفوق على فريق اف سي مصر المحترم جدا بثلاثة اهداف مقابل لا شيء، احرزهم على الترتيب عمرو السولية من ضربة جزاء، محمود عبد المنعم كهربا، وطبعا اللاعب النيجيري النسر الكبير جونيور اجايه. نشوف بقى شكل المباراه مع بعض كده وتشوف ايه اللي حصل. اعمل لي بقى كوبايه من المشروب اللي انت بتشربه كده، نص معلقه سكر عشان ايه، احنا مش ناقصين. بص الكرش اصلا خلاص هيخش على الكادر اللي قدامك، الناس اللي بتصادها بتشتكي، ما علينا يعني. المهم شكل المباراه ان الاهلي لعب بطريقه مختلفه، الكابتن فايلر طبعا قدر ان هو يعمل روتيشن زي ما شرحنا الحلقه اللي فاتت، وقلنا زي الراجل الاقرع جوارديولا كده ان هو بيبدل اللعيبه عشان يريحهم وعشان يجرب يعني طرق جديده. خلاص الراجل حسم الدوري، فبالتالي هو كانه في مرحله تاهيليه حلوه بس شقيه، بيجرب فيها طبعا لعيبه جديده علشان هو هيلاعب الوداد المغربي، وده طبعا ماتش يعني ربنا يستر علينا. فيعني هو بيحاول يشوف مراكز جديده، بيشوف لعيبه جديده يجربهم بحيث يكون عنده بدايل في كل مركز. الاهلي بدا كالاتي في حراسه المرمى، كان محمد الشناوي قدامه اثنين مساكين، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، على اليمين محمد هاني، على الشمال كان محمود وحيد، واثنين ارتكاز في النص كان اليو ديانج وطبعا عمرو السوليه، وامامهم ثلاثه كان وليد سليمان في مركز صانع الالعاب، وعلى الشمال محمود عبد المنعم كهربا، وعلى اليمين المفاجاه بقى ان هو كان بيلعب احمد فتحي، وفي الهجوم طبعا مهاجم وحيد مروان محسن. زي ما حضراتكم شفتوا ان الاهلي لعب بتشكيل مختلف وهو 4-2-3-1. فايلر كان بيجرب ان هو يضغط على خط وسط الخصم من البدايه بحيث ان هو يكون ضاغط بثلاث لعيبه، ويستغل سرعات محمود عبد المنعم كهربا، ويستغل الجانب الدفاعي لاحمد فتحي. لكن انا كان من وجهه نظري او هو ممكن يكون كان بيعمل ده عشان يستغل عرضيات احمد فتحي. انا وجهه نظري ان هو لو عايز يعمل ده فهو كان يبدل محمد هاني باحمد فتحي، لان محمد هاني اسرع وكورته مهاريه اكتر، واحمد فتحي دفاعيا اقوى، فبالتالي انت هتقدر تكسب لاعب سريع بيضغط على الباك اللي قدامك، وفي نفس الوقت وراه لاعب خبره زي احمد فتحي هيقدر ان هو يامن ظهره، ولو فلتت اي حاجه هيقدر ان هو يدافع. ولكن طبعا احنا عارفين ان احمد فتحي جوكر وبيسد في اي حته، يعني لو الشناوي لا قدر الله عادي فتحي يقف عادي، يعني مفيش اي مشكله يعني تمام. بدأت المباراة سجال بين الفريقين، وهجمة هنا وهجمة هنا، والدنيا جت كرة دي أربعة وليد سليمان نتش، ضرب الجزاء ضرب الجزاء، والحكم مرجعش للفار وحسب ضرب الجزاء الأهلي، لأن هي طبعا كانت واضحة جدا. الكرة استلمها وليد سليمان وجري بيها، فالكرة طولت منه حاول يلمها، راح داخل حارس مرمى طبعا اف سي مصر، وقدر ان هو عايز يطلع كرة، فراح ايده جايه في رجل الكابتن وليد سليمان، وتصدى لها الكابتن عمرو السوليه ليحرز الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 4، وبكده يكون الاهلي تقدم بشكل مبكر جدا في بدايه المباراه. بعد كده اف سي مصر والله فاجئنا باداء متميز وباداء جريء، وكان بيهدد النادي الاهلي وكان بيهاجم بشكل كبير جدا بالنسبه ان هو في المركز قبل الاخير في الدوري، فده طبعا يعني اداء احنا بنحييه عليه ان هو قادر يلعب سجال امام بطل الدوري واللي حسمه مسبقا، واللي هو يعني خلاص هو بالنسبه له الموضوع فتره اعداد. فاف سي مصر كان بيلعب بشراسه شديده وهدد مرمى الاهلي في اكتر من مناسبه، وفي كوره طبعا اللي هو خدها الراجل المهاجم بتاع اف سي مصر ويعني خبط محمد هاني، طبعا الحكم قال يلعب ما فيهاش حاجه، وشاطها على الشناوي، ولكن الشناوي شالها بشكل جيد جدا 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 ليمنع الخطر عن النادي الاهلي. طبعا كهربا لاعب كبير جدا ولاعب مهاري ولاعب سريع، فطبعا رجوع المستوى هيكون اضافه كبيره جدا لهجوم النادي الاهلي، وده اللي هنجيله في الفقرات الجايه، ونتكلم على ان كهربا ايه دوره في الماتش وايه تاثيره على اداء النادي الاهلي. الخطة الجديدة أثبتت نجاحها بشكل كبير، اللي هي الـ 4-2-3-1. فتحي في المركز اللي هو يعتبر الوينجر أو يعتبر الوينج اليمين، بس يعتبر يعني زي ما بيقولوا اللي هو RWF أو اللي هو الرايت وينجر فورورد، أو اللي هو بيهاجم ناحية برضه العيال بتوع الفيفا يا جماعة فاهمين، مش هقعد أشرح بقى، أي حد معاه دراع هيفهم الكلام ده يا جدعان. المهم إن أحمد فتحي يعني كان متطرف على اليمين وبيهاجم، فالراجل كان عامل شغل حلو يعني عشان ما نقعدش نطول في الحوارات. نيجي لبدايه الشوط الثاني، والاهلي فضل ضاغط كالعاده وفضل بيهاجم، وحصل مجموعه من التغييرات الهجوميه، منها مثلا نزول الكابتن جونيور اجاييه، وزي ما شفنا اجاييه كان ليه دور كبير جدا لانه لعب كوره جات له للكابتن محمود عبد المنعم كهربا احرز منها الهدف الثاني للنادي الاهلي، وده طبعا اداله ثقه كبيره جدا جدا جدا، وادى للنادي الاهلي ثقه في انهاء المباراه بالهدف الثاني، واللي خلاص يعني بقى بالمنظر ده احنا بقينا مقتنعين ان صعب قوي اف سي مصر يرجع في النتيجه.
ولكن على عكس سير اللقاء وكان اللقاء زي ما قلنا السجال، ولكن طبعا الاهلي كان ضاغط بشكل اكبر. تيجي ضربه جزاء لفريق اف سي مصر وتتحسب بالفار بسبب ان هي جت في ايد الكابتن عمرو السوليه، ليه يتصدى لها لاعب اف سي مصر ويصدها المارد الاهلاوي العملاق الكبير الكابتن شناوي، ونقول له بنحبك يا كابتن، بنحبك اقسم بالله. تكمل المباراه بعد ضياع ضربه جزاء اف سي مصر، والاهلي بيفضل يحاول بشكل هجومي كبير، وبنلاقي ان الدفاع بتاع اف سي مصر بيتقدم لخط وسطه، فبالتالي الاهلي بيلعب على المرتدات بشكل سهل وبيستغل سرعات كهربا. تيجي كره الكهربا، كهربا بيروح هو والجول، فالجول يطلعها يكون متقدم من يعني منطقه الجزاء بتاعته او منطقه ال 18، ترد الكره للكابتن اجاي والجول يروح قايل له خد يلا، ويروح لعبها من فوقيه ليحرز الهدف الثالث العظيم والكبير في كره لوب بمربع وال 1 ويضعها لتتهادى في الشباك ليحرز النادي الاهلي الهدف الثالث. وبكده تنتهي المباراه بين الاهلي واف سي مصر 3-0 لصالح النادي الاهلي، وبكده يكون الاهلي وصل ل 76 نقطه في الدوري رقم 42. اما بالنسبه لفقره الفار واللي بنتكلم فيها طبعا عن الحالات التحكيميه، فطبعا الكابتن حكم المباراه قدر ان هو يستعين بالفار في ضربه الجزاء اللي حسبت على النادي الاهلي، واللي طبعا الكوره جت فيها في ايد الكابتن عمرو السوليه فحسبها ضربه جزاء لنادي اف سي مصر، وتم احتساب الموضوع ده يعني بهدوء جدا ومفيش اي اعتراض حصل، وتصدى لها لاعب اف سي مصر ولكن صدها محمد الشناوي بتميز وبراعه، وبكده يكون الشناوي صد ضربتين جزاء ورا بعض يا جماعه. وهو الشناوي كده يعني يعني اقول ايه، هو بيكسب حب جماهير الاهلي اكتر مما بيحبوه، وبيحجز مكان مميز جدا سواء في نادي الاهلي او في منتخب مصر. لاحظنا بعد الحاجات بقى حصلت في المباراه كده محدش شافها في التلفزيون، وهو ان فايلر طبعا اللي كان فيه اشاعات عن ان هو هيسيب نادي الاهلي، كانوا المصورين كلهم محاصرينه من اول لحظه بالكاميرات، وكانوا بيحاولوا يشوفوا تحركاته ويشوفوا هو بيتكلم ازاي، وهو الراجل كان هادي جدا مش مبين اي حاجه وما بيتكلمش في اي حاجه. بعد كده في المؤتمر الصحفي الصحفيين حاولوا ان هم يسالوه انت هتعمل ايه او هتمشي او لا، واحنا سامعين اخبار عن الرحيل، فهو الراجل يعني قرر ان هو ما يصرحش باي شيء، وقال لهم ان انا كلامي مع اداره الاهلي ومش هيكون مع الاعلام، وانا مكمل مع النادي ومكمل معاك كمدرب، ولم يصرح باي شيء عن الرحيل. اما عن لقب البابا الحقيقي فيحصل عليها معانا الكابتن الكبير محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي المارد الاحمر الكبير جدا، واللي بيثبت كل مباراه ان هو مستواه ما شاء الله بيعلى عن اللي قبله، وزي ما شفنا ان هو تصدى ضربه جزاء ليتحول الى صمام امان واسد امين ليحرس عرين النادي الاهلي ومنتخب مصر مستقبلا ان شاء الله. اما بالنسبه للقب الاخر وهو لقب محترم، فطبعا يحصل عليه كابتن محمود عبد المنعم كهربا، واللي بيجاهد بشكل كبير جدا ان هو يرجع لمستواه وان هو يؤدي بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي ويكون اضافه كبيره جدا لهجوم النادي الاهلي. طبعا عايزين ننوه ان احنا سعيدين جدا بعوده الكابتن الكبير حسين الشحات، واللي رجع من اصابه كبيره جدا، وهي طبعا انه عمل عمليه الفتق الارابي، وده كان بعده عن الملاعب لفتره من الفترات. امبارح الحمد لله ان هو رجع للملاعب وادى بشكل جيد جدا جدا جدا، وان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا لهجوم النادي الاهلي. كمان عايزين نتكلم عن صعود الكابتن محمد فخري من الناشئين، واللي امبارح كان اول مره يشارك مع النادي الاهلي. الراجل لعب بثقه كبيره جدا، وزمايله كانوا مدينه الثقه، وكان مع كل كوره بيشجعوه، طبعا ده بنشوف في التلفزيون، وكانوا بيقولوا له عاش يا فخري بسبب يعني مشاركته الكبيره، وبسبب ان هو كان بيقف على كورته، كان بيلعب بدون اي قلق، وكان قادر ان هو يستلم تحت ضغط ويسلم لزمايله، وان شاء الله يكون يعني بذره جيده في يعني تشكيل النادي الاهلي. دي كانت نهاية حلقتكم طبعا من برنامج الفار مع احمد نادر على قناة الاهلي اونلاين تي في. مستنيين طبعا منكم تجاوبوا على سؤال الحلقة، وهو هو الاهلي كان لابس لون ايه يا جماعة، والتيشيرت ده جيبه منين؟ انا كل مرة بلبس يا احمر لما بلبسين احمر، يا اسود لما بلبسين اسود، فاف سي مصر لابسين احمر في اسود، فاحنا احنا لابسين اخضر باين ولا لا، انا مش عارف يعني انا اجيبه منين. طبعا ده اسمه الثيرد كيت، او يعني اللي هو الطقم الثالث يعني، فانا يعني اللي يعرف يقول لي هو لونه ايه واجيبه منين عشان الحلقات الجايه يا جماعه، فيعني يعني ربنا يتولانا برحمته ونعرف احنا بنعمل ايه في هذا البرنامج، طبعا برنامجكم وبرنامجي المفضل برنامج